ودول أصحابنا اللي عملوا أشكال جميلة وجديدة من الصلصال. جاك يوحنا 3 سنين ونص، جولي سيمون 4 سنين من السويس، ساندي سامح 13 سنة، كاراس مينا 6 سنين، كيرلس ارميا 3 سنين من امريكا، كيفين جورج 5 سنين من سوهاج، مارلي سامح 4 سنين ونص، ميرا عريان 13 سنة، هيلينا هاني 8 سنين، ايوب سعيد من سوهاج. شكرا ليكم يا صحابي، مستنيين